وشدد الحريري على أن إيران والميليشيا الموالية لها تمثل العقبة الكبرى أمام التوصل إلى حل سياسي، داعيا الولايات المتحدة والقوى الكبرى للضغط على طهران لوقف تدخلاتها في الأراضي السورية. يزال اليوم الهم الأكبر أو العائق الأكبر أمام الوصول إلى تفاهمات سياسية في المنطقة تبقى إيران، التي استثمرت سياسيا وعسكريا ومدنيا وبشريا وأمنيا في سوريا. بد أن يكون جهد إقليمي وجهد دولي يقوم بوضع حد تدخلات إيران في المنطقة، وهذا الآن المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية. نتطلع نحن كمعارضة ونرتقب وننتظر أن يكون هناك دور إيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في العودة بقوة في ملفات المنطقة، بحيث يتم التخلص من الإرهاب الداعشي وشبيهاته، ويتم التخلص من إيران والميليشيات التي تدعمها، وتحقيق الانتقال السياسي العادل في سوريا، لأنه بدون هذه المواجهة الحقيقية مع إيران ستبقى هذه الجهود ناقصة.